ايه منور بيتك. الله يخليك لسه ميرسي الكابتن وبارك محمد على بيتكلم عليك حالا، اتفضل. وأسعدتني مكالمة علاء ميهوب ومحمود صالح وذكريات جميلة جدا. الماتش كان حلو جدا، محفور في قلوبنا كلها، لأن هي أكيد بطولة كانت كبيرة قوي. كأس مصر قدرنا ناخدها بعد ما كنا خسرانين 1-0، وجبنا علاء ميهوب جاب بهدف التعادل في الوقت بدل الضايع من سرور حلو قوي لعبتهوله، وبعدين علاء جاب الجول الثاني برضه من سرور اديتهوله، وحضرتك وجبت جبت انا الجول الجول الثاني. الثالث. فدي من الماتشات بصراحه عبد الحميد أكيد الجميله اللي محفوره في قلوبنا كلنا. أكيد مباراة لا تنسى بصراحة. مباراه حلوه، وبعدين برضه محمد حشيش ومحمود كانوا الاثنين من اللعيبه طبعا اللي كان ليهم تاثير كبير جدا. يمكن محمود كان لسه في البدايات، يمكن حشيش كان اقدم منه شويه، ولكن بمجرد ما لعبوا كان ليهم تاثير كبير جدا، وقدروا ان هم يحطوا بصمتهم في فرقه النادي الاهلي. ما تنساش حاجه ميدو برضو عايز افكر خالد بيها. اتفضل. خالد السنه اللي قبلها على طول هو اللي جايب جون المكسب كاس مصر، نهائي كاس مصر الاهلي والمصري، والاهلي والمصري برضه 1-0 بشوطه يعني قذيفه. لعبنا النادي المصري نهائي الكاس 84، كسبنا 1-0، انا اللي جبت الجون، جون عالمي يعني. برضه من الحاجات اللي في تاريخي جميله جدا ان احنا قدرنا نجيب بطوله عن طريق الهدف اللي انا جبته، كسبنا 1-0. والسنه اللي بعديها الماتش اللي انت بتعرضه يا ميدو 3-1، ذكريات جميله. وفعلا الجيل ده يمكن جيل زي ما علاء ميوب قال في المداخله قبل ما كنت بسمعه، ان جيل محترم، جيل مثقف جدا، بيحب النادي جدا، عنده ولاء جامد جدا للنادي. يمكن كنا بنلعب ما بنفكرش في اي حاجه، اكيد ولا في فلوس ولا في اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي كنا بنفكر فيها ازاي نسعد جماهير النادي الاهلي ونسعد جمهورنا وادارتنا وجهازنا الفني. ومحمود صالح قال برضو حاجه مظبوطه، ان كابتن جوهري الله يرحمه، الجيل ده هو اللي عمل اسم كابتن جوهري في البدايات. يعني يعني كابتن خالد، يعني لعبتوا بدون مقابل، لكن بتظلوا يعني اسمائكم يعني مفحوره في ذاكره كل اهلاوي بصراحه. يعني اول ما تيجي اسمائكم لازم الناس بتثني عليكم. طبعا ده فضل ونعمه عبد الحميد من عند ربنا، وهي دي المكسب من المكاسب الكبيره في اللعبه دي من الكوره، حب الناس والسيره الكويسه وحب الناس حتى لغايه دلوقتي. اكيد. فدي من الحاجات اللي الحمد لله، يعني من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بينا، ان حب الناس واحترام الناس لينا، واحنا احترمنا لانفسنا واحترمنا لنادينا واحترمنا لمبادئ نادينا في الوقت دون. فالحمد لله، الف حمد وشكر على كل حاجه. طب يا كابتن خالد، مش جاهز ربع ساعه يوم الثلاث؟ يعني جاهز ربع ساعه بس، يعني تنزل يوم الثلاث اللي جاي؟ مش جاهز والله. انت جبت كاس وجبت كام سنه كده؟ طب عشان انت عامل عقد مع المصري. عامل عقد مع المصري. ربنا يكرمنا بقى يوم الثلاث باذن الله، كل التوفيق لفرقتنا وللجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حسام، وكل الجهاز الفني والاداري واللعيبه. نتمنى باذن الله ان التوفيق يكون جانبهم ويفرحونا ويفرحوا جمهور النادي الاهلي ببطوله ثانيه. وانا على ثقه تامه جدا في لاعبتنا وفي جهازنا ان هم باذن الله هيتوجوا المجهود بتاعهم ومجهود مجلس الاداره بقياده المهندس محمود طاهر باذن الله بالحصول على كاس مصر باذن الله يوم الثلاثاء. اكيد يا كابتن خالد. اخر سؤال اساله لك قبل ما اقفل مع حضرتك، يعني الاهلي كان فيه كابتن ربيع ياسين، كابتن مصطفى عبده، كابتن مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، كابتن خطيب، يعني نجوم كبار جدا كانوا غايبين عن هذه المباراه. كان احساسك ايه وانت نازل مباراه في ظل غياب هؤلاء اللاعبين؟ والله يمكن انا في الوقت ده كنت من اقدم الناس اللي موجوده في الملعب. بالظبط. يمكن كلنا احنا اخذنا يعني ترجمنا غياب النجوم الكبيره والاسامي الكبيره اللي انت قلتها، كابتن طاهر وربيع، مصطفى عبده، وكابتن محمود الخطيب. احنا خدنا الجانب الايجابي، ازاي نحفز نفسينا في ظل هذه الغيابات، ان كل واحد يكون ليه بصمه جوه الملعب، وان كل واحد يكون ليه نصيب ان هو يفرح جمهور النادي الاهلي. تمام. فركزنا من هذا الكلام، واتكلمت انا في هذا الكلام مع اللعيبه، لان كان معظمهم كان لسه في البدايات. يعني حمدي ابو راضي كان لسه، محمود صالح كان لسه، بالظبط، امير فوزي كان لسه، اسامه عرابي كان لسه. فاخدنا الجانب ازاي ان احنا نستفيد ان احنا ناقصين النجوم الكبيره قوي اللي انت قلت عليها، ازاي نحول هذا النقص الى ايجابيات نقدر نستفيد منها، ان كل واحد يطلع اكتر من اللي عنده. وفعلا هو ده اللي تم، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفق. يعني هو ده السؤال كان لازم اساله لك، علشان مهما غابت النجوم لكن في دوافع كابتن خالد بتبقى. طبعا طبعا اكيد يعني طبعا.
يعني دايما بتنورنا وبتشرفنا كابتن خالد، وبنسعد بمكالماتك ومقابلاتك. ربنا يخليك يا كابتن عبد الحميد، سعيد بيك وسعيد بمحمود وسعيد بمحمد، وحلقه جميله وبتمتعونا بصراحه. شكرا جدا كابتن خالد جدالة، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، شكرا جدا يعني.